بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل ما توقفنا عنده من الوحدة العاشرة وهي متعلقة بالجنايات. ثانيا، الجناية على ما دون النفس. تعريفه: يقصد بالجناية على ما دون النفس الاعتداء على بدن الإنسان الذي لا يؤدي إلى موت المعتدي عليه، وقد تكون هذه الجناية عمدا كأن يتعمد قطع يد المجني عليه، وقد تكون خطأ كأن يقصد قطع خشبة بمنشار فيقطع إصبع غيره، أو يجري طبيب غير متخصص عملية جراحية لمريض فيتسبب في ذهاب سمعه. أنواعها: تتنوع الجناية على ما دون النفس بحسب محل الجناية إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: الجناية على الأطراف، وتكون بإتلاف العضو نفسه كإتلاف العين وقطع اللسان أو اليد ونحو ذلك. ثانيا: الجناية على منافع البدن، وتكون بإتلاف منفعة العضو مع بقائه كإتلاف منفعة السمع أو البصر أو الكلام أو الذوق أو المشي أو العقل. النوع الثالث: الشجاج والجروح، فإن كان الجرح في الرأس أو في الوجه سمي شجة مثل الموضحة، وهي أن يجرحه في رأسه أو وجهه بجديدة ونحوها حتى يوضح العظم أي يبين، فإن هشم العظم سميت هاشمة وهكذا، وإن كان في سائر الجسد سمي جرحا مثل أن يجرح في بطنه أو صدره ويسمى الجائفة، أو يجرح في ساقه أو فخذه أو يكسره ونحو ذلك. والشجاج والجروح إما أن يصاحبها كسر للعظم أو لا ينكسر معها العظم. ما يترتب على الجناية على ما دون النفس: أولا، إذا كانت الجناية عمدا فالمجني عليه مخير بين ثلاثة أمور. الأول: القصاص بشرط حقق المماثلة في الاسم والموضع، وأن يؤمن عند الاستيفاء من الحي، ودليله قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الثاني: الدية، وهي كما يلي: أولا، دية الأطراف تقسم بحسب عدد الأطراف من الجنس الواحد، فما في البدن منه عضو واحد كاللسان فيه دية نفس كاملة، وما في الإنسان منه عضوان كالعين والأذن واليد ففي الواحدة منه نصف الدية، وما في البدن منه ثلاثة كالمنخر ففي الواحد منه ثلث الدية، وما في البدن منه أربعة كالجفن ففي الواحد منه ربع الدية، وما في البدن منه عشرة كالأصبع ففي الواحد منه عشر الدية. ثانيا، دية منافع، ففي كل منفعة دية نفس كاملة، إذا ذهبت كلها فإن نقصت المنفعة فتقدر الدية بمقدار النقص، ولو ذهب نصف السمع بسبب الجناية ففيه نصف الدية. ثالثا، دية الشجاج والجراح، وهي تختلف بحسب عمق الجرح ومحله، ففي السن الواحد مثلا خمس من الإبل أي ما يعادل 5000 ريال، وفي الموضحة مثل ذلك، وفي الجائفة وهي الجرح في البطن أو الصدر إذا وصل إلى الجوف ثلث الدية. الثالث، العفو مجانا بلا قصاص ولا دية. حوادث السيارات: إن من أجل نعم الله علينا في هذا العصر أن سخر لنا المراكب الحديثة التي تجوب الفيافي وتقطع المسافات دون مشقة وعناء، وقد أشار الله إلى هذه النعمة في قوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وإن من شكر هذه النعمة أن لا يساء استخدامها، وإن من أساءت استخدامها ما يلي: أولا، أن يؤذي بها الناس بالتفحيط في الميادين العامة والطرق، فهذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه يتضمن عددا من المحاذير الشرعية، ومنها ألف إيذاء المؤمنين، وقد توعد الله من آذاهم بقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ب، تعريض نفسه ونفس غيره للهلاك، ونفس المؤمن أمانة عنده لا يجوز أن يغرر بها في هلكة. ت، إتلاف المركبة وإضاعة الأموال بلا فائدة، والعبد سيسأل يوم القيامة عن هذه الأموال التي بين يديه، وعما إذا أدى واجب الله عليه بشكرها كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ث، إضاعة الوقت فيما حرم الله، والإنسان لا سيما في مرحلة الشباب سيحاسب عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. ثانيا، أن يستعمل في أمور محرمة أو لتوصيله إلى أماكن محرمة، وإن مما ينبغي أن يتذكر العبد أن الجمادات من حوله من مراكب وأشجار وأحجار وغير ذلك تشهد عليه يوم القيامة،
إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثالثا أن يرفع صوت المسجل فإذا من حوله لا سيما إذا كان غناء محرما. رابعا أن يتعدى في قيادته للمركبة أو يفرط في الأخذ بوسائل السلامة، فإذا تعدى أو فرط وتسبب ذلك في الإضرار بأحد فهي جناية خطأ يضمنها، ويترتب عليها ما يترتب على جناية الخطأ من الدية والكفارة، وتتعدد الديات والكفارات بعدد المتوفين في الحادث سواء كان متضر راكبا معه في السيارة نفسها أو كان في سيارة أخرى. ومن صورة التعدي في قيادة السيارة: ألف أن يسرع سرعة تزيد عن الحد المسموح به نظاما، ب أن يقود السيارة وهو غير مصرح له بذلك لصغر سنه أو لغير ذلك، ت أن يقود السيارة في الاتجاه المعاكس لخط السير أو يتجاوز في منطقة لا يسمح فيها بالتجاوز. ومن صورة التفريط: ألف أن تكون مكابح السيارة وإطاراتها ضعيفة أو تالفة فعليه الضمان فيما تسبب به من حوادث، ب أن يحمل حديدا أو متاعا على السيارة دون أن يحكم ربطه فيصيب سيارة أخرى، ت أن لا يدع بينه وبين السيارة التي أمامه مسافة كافية تمكنه من التوقف عند حدوث طارئ، إذ المسؤولية هنا على السيارة الخلفية. فهذه بعض صور التعدي والتفريط. أما إذا حصل من قائد السيارة حادث من غير تعد منه ولا تفريط فلا دية عليه ولا كفارة. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.